أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية الأفريقية. سمو ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا بقيمة 10 مليارات دولار. سمو ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر ويبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة. غدا السبت العاصمة الرياض تستضيف قمتين استثنائية عربية وإسلامية لبحث الحرب على غزة. أهلا بكم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الرياض اليوم أعمال القمة السعودية الأفريقية. بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب الفخامة والدولة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن نرحب بكم وننقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة السعودية الأفريقية الأولى. تحرص المملكة والدول الأفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، وأن ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام. تدعم المملكة والدول الأفريقية جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي هذا الصدد فإننا نرحب باستئناف مباحثات جدة بين ممثلي طرفي الأزمة في السودان، ونأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته. أصحاب الفخامة والدولة، لقد قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية، كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية. ونحن في المملكة العربية السعودية عازمون على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل، ومن هذا المنطلق يسرنا أن نعلن عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات. كما نتطلع إلى ضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات ما يزيد عن 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين 10 مليار دولار من الصادرات، وتقديم 5 مليار دولار تمويلا تنموي إضافي لأفريقيا حتى 2030. وستزيد المملكة عدد سفاراتها في أفريقيا إلى أكثر من 40 سفارة. لقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي قدمت دعمها المعلن لحصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة في مجموعة 20، إيماناً منها بدور أفريقيا. وتحرص المملكة على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الأفريقية، حيث سعت خلال ترأسها لمجموعة 20 عام 2020 لإطلاق مبادرات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال الجائحة للدول منخفضة الدخل، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في عديد من الدول الأفريقية. وتدعم المملكة التنمية المستدامة وتؤكد دوما حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية، ونجدد التزامنا بأمن امدادات الطاقة واستدامتها والاستفادة من جميع مصادر الطاقة وتطوير تقنيات وحلول وأنظمة وقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون إنسانا أفريقيا. نهدف إلى استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض تسهم في استشراف المستقبل أفضل البشرية. ونتطلع إلى مشاركتكم مع المملكة في إبراز الدور المهم لأفريقيا وما تتمتع به من موارد بشرية وطبيعية وفرص للنمو وإمكانيات مستقبلية، ونثق أن هذه القمة ستحقق بإذن الله ما نصبو إليه جميعا من نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القمة السعودية الأفريقية تمثل فرصة تتيحها المملكة لفتح مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون ضمن اهتمامها بتجسيد معاني الأخوة ومد العون عربيا وأفريقيا. القمة السعودية الأفريقية الأولى في ضيافة الرياض محطة لها دلالاتها على التزام المملكة بتعزيز جسور التواصل والتكامل بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة لشعوبهما. فالقمة تعد فرصة تتيحها السعودية لفتح آفاق مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون البناء مع أفريقيا. مبادرة جديدة من المملكة لتجسيد معاني الأخوة والتعاون ومد يد العون عربيا وأفريقيا، وهي التي لم تغب يوما بالدعم والمشاركة وتحمل المسؤولية في كل موقف تطلب مساندتها بثقلها السياسي والاقتصادي وعطائها الإنساني اللامحدود. فالإنسانية منهج المملكة الذي لا تحيد عنه، حيث يذكر العالم للمملكة جهودها السباقة بتوجيهات القيادة مع اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وتأزم الأوضاع في السودان. ما نقدر غير نقول لكم ربنا يجزيكم خير ويحفظ المملكة والملك ولي العهد ويحفظكم كلكم شعب. المملكة لم تجلي مواطنيها فحسب، بل أنقذت رعايا 110 جنسيات إذ أمنتهم وذللت لهم كافة سبل الراحة والعناية، بل وحتى وصولهم إلى أوطانهم سالمين رغم الظروف العصيبة والمخاطر المحيطة بالعمليات. إلا أن تنسيق الجهود السعودية دبلوماسيا وعسكريا جعلها تسجل أكبر عمليات الإجلاء الناجحة عالميا. أنا مما وصلت بور السودان واستلمتني السعودية الخير والراحة اللي ارتحتها ما ارتحتها حتى في وطني الأم. الثقة في المملكة ومساندتها الجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات وما تقدمه من مساعدات إغاثية وإنمائية، أعمال تجدد الآمال الأفريقية في قمة بمنجزات استثنائية تعزز التعاون وتحقق التنمية والاستقرار في القارة السمراء. وعلى هامش أعمال القمة السعودية الأفريقية، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عبد الفتاح البرهان. كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هامش أعمال القمة مع رئيس جمهورية أثيوبيا أبي أحمد. والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئيس جمهورية نيجيريا بولا أحمد تينوبو. كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو. ولي العهد يرسم ملامح الشرق الأوسط الجديد من أجل مستقبل أفضل لدول المنطقة وشعوبها، والمملكة تمد يدها لأفريقيا للعبور إلى المستقبل. ملامح جديدة للشرق الأوسط ترسمها المملكة من أجل مستقبل أفضل لدول المنطقة وشعوبها. ورغم التحديات التي تواجه مسار الاستقرار الإقليمي، إلا أن المملكة تسعى دائما لإيجاد الحلول لقضايا المنطقة السياسية مع دعم اقتصادي وإنساني لا يتوقف. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. ومع حاجة الشرق الأوسط للانتقال إلى الأمن الاقتصادي، فتطوير البنى التحتية وتيسير الخدمات اللوجستية وربط المنطقة بشبكات نقل ودعم الانتقال نحو الطاقة النظيفة لمكافحة التغير المناخي، جميعها محل اهتمام المملكة انطلاقا من موقعها الاستراتيجي الرابط بين القارات الثلاث آسيا، أفريقيا، أوروبا
وقوتها الاقتصادية والسياسية. لدينا الكثير والكثير من المرونة والابتكار الذي أكد عليها وأشار إليها صاحب السمو الملكي ولي العهد عندما قال مقولته الشهيرة: نريد للشرق الأوسط أن يكون أوروبا جديدة. وهذا طبعا يساعد على وضع حلول للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وللتقدم نحو الازدهار. تمد السعودية يدها لدول القارة الأفريقية بخيارات متعددة بين الاستثمار وتقوية التركيز على الفرص المتاحة ومبادراتها الدولية لتعليق مدفوعات الديون والأمن الغذائي والمستقبل الأخضر. وتشارك المملكة بفعالية في برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية الذي يستهدف تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الجانبين، خصوصا وأن القارة الأفريقية لديها أكثر من ثلث معادن العالم، ما يتطلب مستثمرين موثوقين حتى تعود خيرات القارة على شعوبها. قمة سعودية أفريقية في ضيافة المملكة تضع حجر الأساس لحقبة جديدة من العمل المشترك والتخطيط على أرض الواقع لتنمية الشرق الأوسط بقارته السمراء وعلى امتداد جغرافيته. التاريخ يسجل للمملكة مبادرات رعاية السلام في أفريقيا، نجاحات سعودية في طي صفحات دموية في القارة. طريق السلام العالمي يمر عبر المملكة، حيث سجلت اسمها كدولة راعية وداعمة له، ليس في المنطقة فحسب بل على مستوى العالم. لم تتردد السعودية يوما في بذل جهودها لإحلال السلام وإيصال رسالتها إلى العالم، فهي التي مدت أيديها لتحتضن على أراضيها مبادرات جمعت الفرقاء وحلت النزاعات فحقنت الدماء. صفحات دموية قاتمة في تاريخ شعوب أفريقيا عانت ويلات الحروب. نجحت المملكة بمكانتها ودبلوماسيتها في طيها، وتشهد مدينة جدة على محطة تاريخية مهمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لإحلال السلام وإنهاء الخصام بين إثيوبيا وإرتيريا بتوقيع اتفاقية السلام بينهما لإنهاء الصراع الذي استمر قرابة 3 عقود، مع فتح صفحة جديدة بلقاء رئيسي جيبوتي وإرتيريا لتعزيز السلام في القرن الأفريقي. ومنذ اندلاع القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، والحراك الدبلوماسي السعودي يجوب الآفاق بالتواصل مع طرفي النزاع والأطراف الإقليمية والدولية سعياً لوقف إطلاق النار، مع تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني وإرساء العديد من الهدن. ولا يخفى عليكم حرص المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين سوي العهد على السودان وعلى استقرار السودان وعلى أمن السودان. الدم هذا غالي، والدم السوداني غالي، وأنتم تغلونه أكثر، يعني أكثر من أي أحد، وتعرفون أهمية حفظ أصون الدم إن شاء الله. مكانة استثنائية ودور فعال، المملكة باتت عنوانا للوساطات الناجحة والسلام الإقليمي والدولي، وجهودها من أجل أمن واستقرار المنطقة والأشقاء سلسلة تتواصل حلقاتها. أطلقت المملكة مبادرة تمكين أفريقيا لتوفير حلول الطاقة النظيفة عبر برنامج استدامة الطلب على البترول، وذلك لتوفير حلول الطاقة النظيفة والاتصال والصحة والتعليم الإلكتروني. نشاهد. بمبادرة طموحة ترسم مستقبلا أفضل للقارة السمراء، المملكة تمد اليد لأفريقيا عبر برنامج استدامة الطلب على البترول، وتطلق مبادرة تمكين أفريقيا لتوفير حلول الطاقة النظيفة، الاتصال، الصحة والتعليم الإلكتروني. تمكين أفريقيا تبنت حلول الطهي النظيف لتوفير الغذاء الذي يعد عنصراً رئيساً في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كما تمثل خطوة مهمة في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة الملايين.
بقيادة برنامج وزارة الطاقة ووزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والصحة. تمول المبادرة السعودية مواقد الطهي الكهربائية وتقدم حلول الاتصال الأساسية ومنصات التعليم الرقمية وخدمات الصحة الإلكترونية للمناطق الريفية في أفريقيا. بجهود وتمويل سعودي، تنمية واستدامة للمجتمعات الأفريقية ترفع كفاءة دول القارة الاقتصادية والبيئية وتحسن جودة الحياة، بالإضافة إلى التركيز على الهدف الأكبر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2021 في مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق الرخاء للشعوب. صدر بيان وإعلان الرياض في ختام أعمال القمة السعودية الأفريقية المنعقدة في الرياض، حيث أشاد قادة الدول الأفريقية بدعم وتأييد المملكة لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين. وناقش المجتمعون تطورات الأوضاع في فلسطين وأعربوا عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وشددوا على ضرورة وقف العمليات العسكرية ودخول المساعدات. كما تم الاتفاق على تكثيف التعاون في مجال الأمن البحري كأحد عوامل الاستقرار والتنمية للدول، وبما يساهم في تعزيز وسلامة البيئة البحرية والعمل المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة. وثمن المجتمعون جهود المملكة لإنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد القادة على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة ودول القارة الأفريقية، حيث قدمت المملكة خلال 50 عاما دعما تنمويا بأكثر من 45 مليار دولار استفادت منه 46 دولة أفريقية. كما أشاد القادة بمستوى العلاقات التجارية بين المملكة ودول أفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 45 مليار دولار أمريكي لعام 2022. واتفق القادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية في قطاعي الصناعة والتعدين وزيادة الصادرات والتعاون في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة ودعم المنشآت وتطوير الصناعات. كما أعرب القادة عن تطلعهم لبحث مجالات التعاون في مجالات كفاءة الطاقة الكهربائية والمتجددة والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة. كما أكد قادة الدول الأفريقية دعمهم لترشح المملكة لاستضافة معرض أكسبو 2030 وبذل كافة الجهود لدعم هذا الترشح، كذلك الترحيب بترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034. كما أعرب قادة الدول الأفريقية عن خالص الشكر والتقدير لقيادة المملكة على استضافة هذه القمة التاريخية والتي تعكس الدور القيادي الذي تطلع به المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد لدى وصوله إلى العاصمة الرياض اليوم. واستعرض سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع أمير دولة قطر خلال استقباله في قصر اليمامة بالرياض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات،
بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما جرى استعراض المستجدات الراهنة خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف العدوان عليها وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، بالإضافة إلى بحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. بدء توافد قادة الدول العربية والإسلامية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية لبحث الأوضاع في غزة. أهلا بكم. تستضيف المملكة غدا السبت قمة عربية طارئة وقمة إسلامية، وذلك لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والأوضاع الإنسانية في غزة، إضافة إلى حلول عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. زخم دبلوماسي من أجل توحيد الصفوف وجمع الحضور على مبادئ الأمن والسلام بقيادة ولي العهد للتأكيد على رفض وحشية الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر. القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسات المملكة الخارجية، ولم تتوانى المملكة وتتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي الفلسطينية بحدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. تعزيز التواصل والتنسيق، توحيد الصفوف وجمع الحضور على مبادئ الأمن والسلام تجاه الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، عناوين بارزة للقمم التي تستضيفها المملكة أيا كانت طبيعة التكتل التي تجمعه طاولة القمم. قمة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية تحتضنها الرياض، زخم دبلوماسي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتأكيد على الموقف الرافض لوحشية الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر، ورسالة قوية تؤكد على موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحفظ حقوق شعبها ورفض التهجير القسري. جهود المملكة لم تتوقف لتهدئة التصعيد في غزة، ودبلوماسيتها الحيوية تمتد شرقا وغربا وفي الأمم المتحدة لحقن دماء الفلسطينيين. المصداقية وموثوقية الكلمة والموقف قيم ارتبطت بالمملكة على مدى تاريخها، ما جعلها مرجعا في قوة التأثير إقليميا وعالميا، وحاضنة القمم الساعية للخير ومواجهة التحديات سياسيا اقتصاديا وأمنيا. جلالة والسمو، تؤكد دولنا ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. مواقف المملكة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته تسجلها صفحات التاريخ، مدعومة بقوة وسخاء المنح رسمياً وشعبياً من أجل الأشقاء الفلسطينيين، وجهودها ومبادراتها من أجل السلام العادل والشامل وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وصل إلى الرياض مساء اليوم فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والوفد المرافق له للمشاركة في القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية. وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض.
كما استقبل نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن الرئيس السوري بشار الأسد لدى وصوله الرياض لحضور أعمال القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية التي تستضيفها العاصمة السعودية. كما وصل إلى الرياض وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي للمشاركة في القمة العربية الطارئة. قبل الختام مشاهدينا الكرام، هذا تذكير لأبرز ما جاء في نشرتنا. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية الأفريقية. سمو ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين في أفريقيا بقيمة 10 مليارات دولار. سمو ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر ويبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة. غدا السبت العاصمة الرياض تستضيف قمتين استثنائية عربية وإسلامية لبحث الحرب على غزة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.